بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي برقيه تهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريه وخلال البرقيه اكد الفريق اول محمد زكي ان رجال القوات المسلحه يجددون العهد بان يظلوا اوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته مقتدين بصاحب الذكرى العطره وكفاحه ونضاله في مجابهه الشدائد والتحديات وحفظ الاوطان كما بعث الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه ببرقيه تهنئه مماثله للرئيس السيسي بهذه المناسبة، وبعث الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.